ايه رأيك تاخد قرض تفك بيه زنقتك بدون ضمان ومع ذلك تسدد براحتك على 8 سنين واكتر؟ لا وايه، القسط الشهري بتاعه بيبدأ من 600 جنيه. لو لسه مستغرب خليك معانا علشان تعرف مين البنك اللي بيقدم العرض ده وتفاصيله ايه. بنك سي اي بي اكبر بنك خاص في مصر، بيقدم عروض مميزه للقرض الشخصي، بتديك فرصه ان انت تاخد مبالغ تبدا من 5000 جنيه لغايه 3 مليون جنيه حسب مركزك المالي. الاهم من المبلغ نفسه هو فتره السداد اللي بتصل لغايه 8 سنين بقسط شهري ما يعديش ال 50% من قيمه مرتبك. فمثلا لو هتاخد قرض ب 30000 جنيه مصري هتسدده بدفع قسط شهري قيمته 619 جنيه لمده 8 سنين، ولو هتاخد قرض بقيمه 40000 جنيه مصري يبقى القسط الشهري بتاعك 825 جنيه شهري. اما بقى لو هتاخد قرض ب 60000 وتسدد على مدى 15 سنه يبقى هتدفع حوالي 1212 جنيه كل شهر. عموما اسعار الفايده تتراوح ما بين 20.75% و22.25%. تقدر تدخل على موقع البنك تستخدم خدمه حاسبه القروض علشان تعرف ايه المناسب ليك، وكمان اسعار الرسوم الاداريه اللي هتتخصم منك. علشان تبقى عارف، البنك بيحدد لك مبلغ القرض بناء على اكتر من عامل، اهمهم تصنيفك الائتماني ودخلك الشهري. يعني البنك بيشوف لو عليك قروض او التزامات سابقه هل سددتها ولا كان عندك مشاكل في السداد، وطبعا كل ما كان التزامك في السداد اعلى تصنيفك الائتماني بيزيد وفرصه حصولك على القرض بتزيد. طيب ايه المستندات المطلوبة؟ أولاً لازم الحد الأدنى للسن ما يقلش عن 21 سنة، والحد الأقصى ما يزيدش عن 60 سنة وقت استحقاق القرض، وده لأصحاب الراتب الشهري و65 سنة لأصحاب الأعمال الخاصة. الحد الأدنى لصافي الراتب 2600 جنيه مصري لأصحاب الراتب الشهري و10000 جنيه لأصحاب الأعمال الخاصة. لو الشروط دي متوفرة فيك هتقدم نموذج الطلب وبطاقة رقم قومي سارية وكشف حساب بنكي ووصل مرافق حديث. ومن أصحاب الراتب الشهري مطلوب خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو 3 كشوفات راتب عن آخر 3 شهور. ومن أصحاب الأعمال الخاصة مطلوب سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي. ولو نويت تاخد القرض خلاص، في كام نصيحة لازم تخلي بالك منهم علشان تفك زنقتك دلوقتي وفي نفس الوقت تعرف تسدد القرض وما تدخلش في أزمة جديدة. أهم نصيحة أن أنت تاخد المبلغ اللي أنت محتاجه بالظبط لا أكتر ولا أقل. من الآخر كده، ما تقولش لنفسك قرض بقرض وهو يبقى معايا سيولة أكبر، لأن ده بيزود التزامات عليك بدون داعي. كمان لما تقعد مع موظف خدمة العملاء افهم منه تكلفة القرض كويس جدا، واعرف ايه المصاريف والرسوم والدمجات اللي بتتحسب عليك بالاضافة لسعر الفايدة طبعا. ودلوقتي بقى قول لنا، هل سبق وحاولت ان انت تاخد قرض قبل كده؟ ولو حصل ايه المشاكل اللي قابلتك؟